طيب احنا عاوزين، بما انه موجة الحر شدت والصيف دخل، فلازم نفهم ازاي نقدر نحافظ على نفسنا ان كنا عندنا اي شكل من اشكال الامراض الجلدية، حساسية، كلام من ده. ده شق. الشق التاني سلامة الاصحاء، يعني شحاتة حياتي صديقي رجل صحيح ربنا يديله الصحة يحافظ على نفسه ازاي في الحر ده. خلونا ناخد معانا الاستاذ الدكتور هاني الناظر، استاذ الامراض الجلدية. اهلا 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 يا فندم. اهلا بيك يا استاذ بيه. اهلا بحضرتك. ازاي حضرتك؟ طاقم طيب. وحضرتك طيب يا فندم، ازاي الصحة؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله ربنا يخليك. هنعمل ايه في الموجة الحارة دي يا فندم؟ بص، زي ما حضرتك قلت، يعني الوقاية خير من العلاج. ايوه. ازاي نحافظ على صحتنا؟ على فكرة هي حاجات بسيطة بس ايه، نفكر فيها مع بعض. أول حاجة في الجو ده لازم أشرب ماء كتير. حلو. لأن طبعا شرب المية مهم لكل أعضاء الجسم بما فيها الجلد والشعر وكل حاجة. جميل. الحاجة التانية لما أجي خارج الصبح وأنا طبعا همشي في الشارع وهمشي وأتعرض للشمس، أخلي بالي إن أصعب فترة على الإنسان وعلى جسم الإنسان وبشرته فترة الظهيرة. اللي هي الساعة 12 وساعتين قبلها وساعتين بعدها. لازم أحمي نفسي قوي من الفترة دي من الشمس. فأعمل إيه؟ دايما لما أخرج بالنهار ألبس أقمشة دايما قطنية، وإحنا طبعا الحمد لله مصر فيها المنسوجات القطنية زي ما حضرتك عايز. صحيح. بلاش الحاجات اللي مصنوعة من خيوط صناعية. نمرة اتنين، بتكون الألوان فاتحة أو أبيض. يعني ألبس أبيض ليموني لبني. ما ينفعش في الجو ده أخرج لابس أسود أو كحلي أو بني، لأن الألوان الداكنة دي بتحتفظ بالحرارة عكس الألوان الفاتحة والبيضة. القطن كمان بيبقى خفيف على الجسم. ما يخليش الواحد يعرق كتير، الحاجات السينثيتك الصناعية تخلي الواحد يعرق كتير ودي بيعمل مشاكل كتير في الجلد. طبعا. كمان لازم احمي راسي، يعني مثلا ممكن البس برنيطه، ممكن شمسيه لطيفه في ايدي كده، افرض انا هقف مثلا الدور استنى اتوبيس فتره طويله او مضطر امشي في الشارع فتره طويله، لازم اغطي راسي او امسك شمسيه زي ما قلت لحضرتك. الشمسيه دي حاجه فعاله جدا فعلا، بس الثقافه بتاعتها مش عارف مش موجوده عندنا ليه في مصر. يعني ليه ما بنهتمش بالحكايه دي؟ ما هي دايما اقول للناس ايه؟ هي اسمها شمسيه، يعني مش معمول عشان مطر. يعني هي لو كانت معموله عشان مطر كانوا سموها مطريه مثلا، يعني انما اسمها شمسيه يعني للحمايه من الشمس. ف يعني مسكه شمسيه الايد دي بتحمي الانسان جلده وتحميه كمان من ضربه الشمس. حلو جدا. ضربه الشمس بتبقى خطيره. طيب في حاجه معينه مثلا ناكلها فتحافظ علينا اكتر، حاجه نشربها غير الميه كمان تحافظ علينا اكتر ان اردنا؟ يعني انت عارف حضرتك في انا دايما اقول للناس ايه، لو انت رايح الصبح الشغل بتاعك خلي معاك شنطه صغيره كده فيها ازازه ميه وفيها خيارتين، الخيار بيروي قوي. صح. كويس. وحته مخلله صغيره قوي طبعا ما عدا الناس اللي عندهم الضغط. ليه؟ انا لما بحرق كتير بفقد املاح. ودي ممكن تعمل انت عارف الكرامبس او تقلصات العضلات المؤلمه. صح. وبتمثل خطوره، فلو كلت في اثناء النهار كده قطعه صغيره قوي هتعوضني الاملاح اللي انا فقدتها. دي حاجات نعملها. انما بصفه عامه انا بنصح في الجو ده بالاكثار من اكل السلطه الخضراء. وبلاش الحلويات، يعني بلاش الاكلويات اللي فيها سكريات. ليه؟ لانها دي بترفع الطاقه وبتسخن الجسم. طب اكل ايه مثلا؟ بطيخ، كانتالوب، في برتقال صيفي حلو قوي. الفواكه مطلوبه في الجو ده اكتر من الحاجات اللي مصنعه اللي فيها سكريات. 100%. يعني ما كمان ما ناكلش اكل تقيل قدر الامكان. طبعا. ولا اكل انت عارف ولا سمين ولا مسبك ولا كلام من ده، لان برضه الدهون بتدينا طاقه. انا عايز يعني اقلل حرارة الجسم. وفي نقطه كويس برضه يعني انا مش عايز انساها. اتفضل يا فندم. بتبص تلاقي حضرتك في الجو ده الناس بتستحمى بميه سخنه، ودي ظاهره غريبه جدا عند كثير من المصريين. يعني تلاقي درجه حراره 40 وهو بيستحمى بميه درجه حرارتها 50. طبعا ده غلط. ده انا انا بعمل كده بصراحه. طب اسمع كلامي بقى. الميه السخنه انا محتاج ان انا يعني ابرد جسمي وارطبه. فلما انا بستحمى بميه سخنه دي بتوسع الشرايين وتخلي كميه الدم اللي راح الجلد تبقى اكتر، فالجلد هيسخن والجسم يسخن اكتر. في حين ان انا لما استحمى بميه بارده ده بيرطب جسمي ويخلي الاوعيه الدمويه تنقبض فكميه الدم تقل فجسمي يبرد.
وبعدين في ناس يقول لك ايه، اصل انا يعني ما اقدرش استحمى بالميه، بتبقى ساعه ما فيها ثلج. طب امال انت بتنزل البحر ازاي وحمام السباحه؟ يعني بيسخنوا البحر قبل ما ينزلوا. لا يعني دي بناخدها وكانها صدمه، لو تش على طول كده. طب ما تش تحت الدش برضه. ما هو بقى ايه، قطرات الدش دي بتنزل بقى على اماكن متفرقه، فالواحد يقعد تحت الدش حاجات كده يعني. لا بالعكس، دي بترطب الجلد جدا وبتحافظ عليه من التاثير الميه السخنه اللي بيبقى ليها فعلا اثار ضاره على الجلد. طيب يعني نستحمى بميه بارده ده مهم، ناكل خيار ده مهم، حتتين مخلل ما نزودش ناخدهم معانا في علبه بلاستيك ظريفه، دي بتبقى يعني وكانها ايه وجبه وسط اليوم على ما نرجع بيتنا بالسلامه باذن الله. نكتر من شرب الميه، يا سلام سلم لو استخدمنا شمسيه واحنا نازلين، ونغطي راسنا قدر الامكان كاب برنيطه يعني او ما شابه، وطبعا يبقوا قطن أو طبعا او قش. كمان في حاجه ممكن نستخدمها ويمكن السيدات يستخدموها اكتر والرجاله والله، الكريمات الواقيه من الشمس او الصن بلوك. ما دي مش هتبقى في متناول الجميع برضه يا دكتور. لا على فكره بقت بتصنع في مصر دلوقتي والله، ما بقاش بقى الماركات العالميه وكده، لا انا فيها حاجات مش غاليه خالص وحاجات يعني حلوه يعني. هنا بقى في راي دكتور هاني، المنتج المصري ده منتج كويس وجيد وامن وما الى ذلك، لانه في ناس دايما ايه عندها عقده الخواجه برضه. بص حضرتك، المنتجات المصريه الدوائيه وحتى مستحضر التجميل زيها زي المستورد بالظبط، وكريمات الواقيه بالشمس، اي كريم هلاقي مكتوب عليه 50 زائد مصري اجنبي كله زي بعض. 50 زائد؟ زائد لفيفتي بلاس يعني. ماشي. فدي نستعملها وتستحمي طبعا من الشمس بشكل كبير جدا، وتجدد كل ساعتين. وتجدد كل ساعتين. قدر يعني قدر الاستطاعه. لا عشان يعني ما هو برضه افرض انا رايح الشغل بتاعي حطيته في المكتب ما فيش شمس، انما ممكن انا هخرج تاني احطه، يعني اذا كنت هتعرض للشمس بصفه مستمره طول اليوم لازم يجدد كل ساعتين. ماشي. انما لو رايح جاي بقى وانا رايح وانا راجع. باذن الله. انا بشكرك جدا يا دكتور، دايما نستفيد بكلام حضرتك دكتور هاني الناظر استاذ الامراض الجلديه.